صباح الخير، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم عليكم. راح نبدي بالفصل الدراسي الثاني، اختصروا الاسابيع الى 10 اسابيع. ان شاء الله راح نتعاون اني ودكتوره انوار ونعطيكم بين اسبوع واسبوع، اسبوع اني اسبوع دكتوره انوار. فمثل ما قلنا لكم انه الكورس الاول كان بروتوزولوجي، الفصل الثاني راح نبدي بالهيلمنثولوجي اللي هن اثنين هن يتبعن الباراسايت، واكو برانشز ثالث اللي هو الانسكت او الارثروبودا او الحشرات، واللي احنا راح ندخل عليها ضمن البروتوزوا وضمن الهلمنس، ما ناخذها كبرانشز واحده. فبالنسبه للانترودكشن اوف هيلمنثولوجي، اولا هي ايوكاريوتيك مالتي سيلولار انيمال ذات يوجوالي هاف دايجستيف سيركولاتوري نيرفس اكسكلاتوري اند ريبرودكتيف سيستم، وورم وذ باي لاترال سيمتري، هاف هيد تيل اند تيشو ديفرنشيشن اللي هي اندوديرم ميزوديرم اند اكتوديرم. اذا هي اولا ايوكاريوتيك، ايضا البروتوزوا كانت ايوكاريوتيك بس مالتي سيلولار، كانت البروتوزوا يوني سيلولار. اعتبروها نوع من انواع الانيمالز بينما ذيك مايكرو اورجانيزم، وتحتوينا على digestive circulatory and nervous system. والورم دائما اللي هي نفس الوقت، هي الورمز هي نفسها الهيلمنس، تكون bilateral symmetry، اتها head واتها tail واتها tissue differentiation. The enter the body through differential route including، شلون راح تدخل الى الهوست الى الهيومن، اما من خلال mouth او من خلال skin، من خلال respiratory tract by mean inhalation or of airborne eggs، ممكن تجينا الاكس عن طريق تنفس، ممكن نتنفسها. الهيلمنس are classified into three major groups. لما نيجي نريد ندرس الهيلمنس راح نقسمها الى 3 اقسام مهمة جدا. الاولى يسموها التريماتود، والاسم الكومن نيم يسموها فلوكس، والاخرى هي النيماتود اللي يسموها راوند وورم، والثالثة الاخرى او الاخيرة يسموها السيستودز اللي هي تيب وورم يعني ديدان شريطية. التريماتود والسيستود اثنين هن يسموهن فليت وورم يعني ديدان مسطحة. يعني بالحقيقة احنا عندنا تو كلاسز اوف هيلمنس، هي النيماتودز والفليت وورم او بلاتي هيلمنس. الفليت وورم بها تو كلاسز اللي هي النيماتودة اند سيستودة اللي هي الفلوكس اند التيب وورم. لما نيجي الى الشكل العام الها، راح نجي على الشيب، راح ناخذ هالكتريماتودة هذا الجدول يوضح لنا الشكل العام الى الديدان والسكر مالتها والصفات العامة لها. الهيلمنس classified into two major group مثل ما قلت لكم، اللي هي الفايلم اللي هي البلاتي هيلمنس يسموها فليت وورم، والنيماتود يسموها الراوند وورم. اللايف سايكل عادة راح تكون تختلف تماما عن البروتوزوا. راح تبدين لازم اكو ايج، الايج يصير لها هاتش تطينا اللارفا، اللارفا تصير ادلت وتنمو الى ميل اند فيميل اور ادلت وورم حسب نوع الهيلمنس. اكو هيرموفرودايت، اكو سيبريتد انسكس، اكو انترميديت هوست هاربور لارفال ستيجز اللي هي كنا قبل بالبروتوزوا نقول الاسكتشوال برودكشن يصير بيها، بينما الديفينتيف هوست او الفاينل هوست اللي هي الهاربورز الادلت ستيج. اكو سكشوال ريبرودكتيف استراتيجيز، عندنا ميل اند فيمور ريبرودكتيف اورجانز ار فاوند ان سيبريتد انديفيدوال، هذه نوع من انواع الهيلمنس. وبينما اكو نوع اخر يقول عليها وان انيمال هاز بوث ميل اند فيميل سكس اورجانز، ممكن نفس الانيمال اللي هو يسموه هرمافرودايتس يعني خنفي يحتوي لنا على الميل اند فيميل ريبرودكتيف اورجانز، بينما الكابل وذ اذر انيمالز السكش او الريبرودكشن ما يصير self reproduction، لازم with other animals حتى يصير تبادل بالجينات، تبادل بالمادة الوراثية. فهنا صحيح هي هرموفرودايت بس مو هي اللي تلقح نفسها، تأخذ السبيرم أو الإكس من الانيمال الآخر.
وبس اكو انواع قليله جدا تلقح نفسها بنفسها. الفيميل هيلمنتس، لما الفيميل عندنا ثلاث انواع من الفيميل اللي هي الاوفيباريوس، اللي هي شلون هاي الاوفيباريوس لاي اكس وذاوت امبريونيك ديفلوبمنت، تطرح لنا البيوض بدون بدون جنين. والاوفيباريوس الامبريو ديفلوب انسايد ذا ايج، الفيفيباريوس اللارفا ديفلوب انسايد ذا بودي اوف ذا مادر، الايج انسيجمنتد نو لارفا انسايد ذا ايج اور سيجمنتد اللي هي تكون اللارفا انسايد ذا ايج. اذا نوع الايج عندنا نوع سيجمنتد او سيجمنتد، وعندنا انواع الفيميل هي الاوفيباريوس والفيفيباريوس والاوفيفيباريوس. عندنا السكشوال اما تكون سيبريتد انسكس او تكون هرموفرودايت. الميديكال هيلمنثولوجي ان كونسيرت وذ ذا ستدي اوف هيلمنس اور باراسايت وورم. شلون؟ اول مره الهيلمنس ار تروفوبلاست ميتازوا يعني مالتي سيلولار اورجانزم. هيلمنس ار امونج ذا كومن باراسايت كوز اوف هيلمنس سفرينج. They are cause high morbidity and mortality of people worldwide. They cause different disease in human, but a few helminths infection cause life-threatening disease. إذن أكو helminths يسوينا life-threatening disease. They cause anemia and malnutrition. In children, they cause reduction in academic performance. Helminths also cause economic loss as a result of the infection of domestic animal. There is age-dependent in distribution of infection for geohelminths and schistosoma. إذن أكو أيضا مناطق معينة ممكن تتكاثر بيها بعض الديدان وبعض المناطق ما موجودة بيها. As a result, the predisposing behavior and immunological state children. This propagation carry the burden of schistosoma and geohelminths. شلون تجي الإصابة بالهيلمنس؟ أما fecal-oral or contaminated food water, ingestion of meat, يعني uncooked or undercooked meat, through skin, ممكن تجينا penetration للسكن أو من خلال الفكتر through vector. Localization نقسم الديدان إلى intestinal helminths and blood and tissue helminths. The source of the parasite are different. شمين تجينا؟ Exposure of the human to the parasite may occur in one of the following way. مين تجينا؟ أما contaminated soil اللي هي geohelminths ممكن تجينا من التراب soil water اللي هي السركيري blood flux أو من خلال الفود ممكن تجي عن طريق الأكل تينيا تجي عن طريق الراو ميت. هاي نقطة. الثانية blood sucking insect or arthropod ممكن تجينا عن طريق لسعة بعض الحشرات. الثالثة domestic or wild animal harboring the parasite as echinococcus in dog ممكن تجينا عن طريق الزوناتيك أو عن طريق الكثير من الحيوانات. شلون كانت بالنسبة إلى التوكسوبلازما تجينا عن طريق القطط داء القطط، ممكن الإيكينوكوكس تجينا من خلال الدوغ. person to person مثل إنتروبيوس فيرميكولاريس أو الهايمينوليبس نانا. one self اللي يسموها أوتو إنفكشن مثل إنتروبيوس فيرميكولاريس أيضا، وأكو أهم من عدها اللي مهمة جدا بالنسبة للأوتو إنفكشن اللي هي سترونجيلويد تيركوراليس. نجي بالنسبة إلى الفايلم اللي يسموها النيماتود أو الراوند وورم أو الديدان الأسطوانية. تكون سيلندريكال بودي تايبرد at each end. هذه يعني جنرال كاركترستيك. هذا كومبليت دايجستيف سيستم اللي هي ماوث انتستاين اند انس. البودي از كفرد وذ تاف كيوتيكل that resist drying and crushing. separate male and female مهمة جدا بالنسبة للنيماتود يكون بها male and female separated insects. infection can be
caused by egg or larva. مو شرط يجينا الانفكتيف ستيج، مو شرط الايج، ممكن يجينا عن طريق اللارفا بشكل عام. لايف سايكل ايج، ايج فورتلايزيشن، امبريو ان ذا ايج، لارفا فور مولت، عندنا لارفا 1 لارفا 2 ولارفا 3 لارفا 4، ثم لارفا 4 هي اللي تتطور وتصير ادلت ستيج. مولت يعني انسلاخ، تعاني من اربع انسلاخات. نيماتود مثل ما قلنا احنا كل الهلمس راح نقسمها الى انتستاينال اند تيشو هلمس، فالنيماتود حالها حال باقي الهلمس راح تتقسم الى انتستاينال نيماتود اللي يكون بها الادلت بالباول يعني بالدايجستيف سيستم، اللي هي الاسكارس لامبريكويدس، ترايكيور سترايكيورا، انتروبيوس فيربيكولارس، انجلستوما ديودينال، اند انكيتور امريكان، سترونجولويس تيركوراليس. تيشو نيماتود الادلت اور لارفال ستيج وين موجوده؟ بالتشو اللي هي تراكينيلا سبايراليس، توكسوكوركانس، فيلارياسيس اللي هن ضمن الفيلارياسيس هو شريره بنكروفتي، بروشيا ملاي، اونكو سيركا فولفالس، اند لوالوا. هذا اني بعدين راح ناخذهم كل وحده بالتفصيل، فهسه راح تكون عليكم الاسماء صعبه، بس من يجيها دوده دوده راح تعرفون شلون يعني تحفظوها بسهوله. السيستود اللي هي التيب وورم او الديدان الشريطيه اللي عاد تكون من سكولكس اتاتشمنت اورجان اللي هو العضو الالتصاق، كونتين سكر اند هوكس يوز اتاتش تو ذا هوست اورجانزم، زون او بروليفريشن اند ديفرنشيتد اريا بيهايند ذا سكولكس اللي هي النيك ريجن راح تجينا النيك، ثم ستروبيلا اللي هي chain of segments، البروغلوتس اللي هي تكون سكوير بودي سيجمنت يوز فور ذا برودكشن. السيجمنت تكون ثلاث انواع، اللي هي اول مره تكون اماتشور بروغلوتس ديفلوبمنت بروتكتيف اماتشور، والماتشور اللي تحتوينا على الماتشور بروتكتيف اورجانز، بعدين الجرافيت اللي تحتوينا على الاكس.